حلويات. بصوا يا جدعان انا مرسال. فتيات نزلنا الاسلحه. خير يا رجوز الجرابيع، ايه اللي جابك؟ مقبوله منك يا جميل. لم لسانك بدل ما لمهولك. ويا ترى ايه اللي انت جايبه لنا المره دي؟ قنبله ولا ديناميت؟ ايه ده؟ الله دي حلوه قوي. هي دي ليا انا؟ طبعا طبعا. هو في حاجه تغلى عليك يا قلبي؟ واو ده كيوت قوي. خشولنا جوه فتيات وانشرنا البيبي دولات. اموت فيك وانت بتفضلنا الجو. لم نفسك يا، مش على اخر زمان تيجي تثبتني بجزمه. اهدي بس كده وشوفي بس انا كاتب ايه في الكارت اللي جواه. انت باغيه واحد يكون قلبه جاحد اهداء للقائده الجسوره؟ انت متاكد ان الكلام ده ليا انا؟ طبعا. امال يعني هيكون للقائده كارما؟ اكيد ليكي. انا كل اللي عايزه مقابله في مكنه او ركنه او بكره. ما تلبسش جتتي يا بنت، ويلا امشي على المعسكر بتاعكم. انت جاي هنا عايز ايه؟ اوعى المهلبيه. انت عايز ايه انت؟ القائد بعت لك مرسال شفوي بيقول لك يعني ان محبوب كان غالي علينا كلنا. ايوه كان غالي. ايه الهبل ده؟ ما هو كان بيعزيني امبارح هنا. بجد والله؟ هو القائد بيحب ياكد على معلوماته. وايه ده؟ ده زيد. ايه؟ ورد جابه لتزيد اخته. مش مشكله، خليه يديهولها ما دام اخته. حلو قوي. انا هاخد دي. طيب لما الداده تسال عليا قول لها ان انا حبات في التبه لحد بكره بالليل. ما بيننا لقاء يا انسه. اوعى المهلبيه. يا جزم جايب لي فرده وده البسها فين؟ يلا ما يضرش. بص انا مبسوطه معاه يعني الصراحه، بس هو بجد غريب قوي والرياكشنز بتاعته لكل حاجه اوفر. فاهم؟ فاهم قصدك. طول الوقت عايز يقعد مع اصحابه وبعمل له كل حاجه اقدر اعملها له في حياتي. فاهم قصدك. بعمل له فراخ، بعمل له ملوخيه عشان عينيه تكون خضراء اكتر. فاهم قصدك. بس هو بجد مش بيحس خالص يا بوبي. فاهم؟ هيز نوت اندرستاندينج كده. فاهم قصدك. ايه؟ انا زهقت قوي يا نيفو من عندكم هنا. انا عايز ارجع، البنات وحشوني جدا. البنات عملوا لك متحف تحفه. فاهم قصدك. بص حطوا لك كل الصور بتاعتك، كل الميموريز، بجد كيوت قوي يا بوبي. يا نيفو المحبوب مش بني ادم، المحبوب فكره، والفكره ما بتموتش ابدا. ايوه صح. ايوه يا نيفو. نوحي تعالى، نوحي تعالى خش على السرير معانا. نط يلا نط. انت بتعمل ايه على السرير يا دبدوب الكلب انت؟ ايه دبدوب دي؟ انت بقيت اجريسيف معايا كده ليه يا نوح؟ اطلع بره يالا. وياك تعتب هنا وانا مش موجود، وحتى لو موجود اياك تعتب هنا. فين يا نوح؟ انت مالك بقيت عصبي كده؟ نيفو عماله تشتكي منك من الصبح. نيفو معلش ممكن تديني الحته بتاعت الراسته اللي انا بحبها؟ فين يا نوح مالك؟ لازم تبقى دبلوماسي اكتر من كده. ده انت برج الجدي، والجدي معروف عنه كابت الغيظ، افراز الهم على شكل فقاعات هوائيه في جميع انحاء المجتمع. انت اتجننت يا نوح ولا انت ازاي تعمل كده؟ ماشي يا نوح، افتكر ان انت دخلت علاقتنا في منطقه حساسه قوي. فين الكرباج؟ لا فين الكرباج؟ انت ازاي تعمل كده؟ انت عايز ايه؟ يعني انت مش عايز اشوف اصحابي انا كمان عايزهم يجوا لي يا نوح؟ صحابك ايه يا واطيه؟ ده انا قافشكوا على سريري. خلاص خلاص فهمت قصدك، المره الجايه هنقعد على السوفا. محدش يعتب هنا وانا مش موجود، وانت هتفضلي محبوسه هنا، انا هنا قائد البيت وكلمتي هي اللي هتمشي. ياه هو كل حاجه قائد؟ انت قائد واخوك قائد، كلكوا كده قوادين؟ نوح بقول لك ايه، انا زهقت وخلاص مش قادره اكمل، انت عايزني ايه؟ اموت نفسي عشان تعرف ان انا بجد تعبت؟ انا عايزه الديدا. لا الله يحرق اليوم اللي اتجوزتك فيه. الله يلعن ابو النفق اللي جابك. انا عايزه الديدا. خلاص يا نيفو خلاص، انت عندك حق، انا زودتها معاكي، بس انا هصلح غلطتي. اتفضلي يا حياتي. الله يا نوح، دي برفيوم دي ليا انا؟ بالهنا والشفا. ثانك يو نوحي، اي لاف يو. دي اسمها ايه؟ فوزيه سيكريت. الله. سمي ورشي. نوح. ها نوح. ها ده احلى احساس في الدنيا، ربنا يختك.